نفرض البيشنت مصطفى عنده أسايتس، متجمعة سوائل بالمعدة. زين أنت تجمع سوائل بالمعدة، ممكن عندك شنو؟ عندك شغلة اسمها هيماتوما. شنو هيماتوما؟ تجمع دم متجلط مسوي مثل التومر، خلينا نقول. ممكن عندك تومر، أنا إيش مدري إن هذه سوائل. شنو؟ زين 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 با هنا شيفتنج دالنس. عندنا شنو شيفتنج دالنس؟ اول شغله شنو شيفتنج دالنس؟ منطقه الابدومن هنا ايش عندنا بالنص؟ الامعاء، مفهومه؟ عندنا الامعاء. زين الامعاء يا صوت تنطينا، هي بها غازات تيمبانيك لو ريزونانس لو دال، ايش تنطينا يا صوت؟ تيمبانيك، تنطينا تيمبانيك، مفهوم؟ زين هنا تنطينا تيمبانيك نحو الاطراف، شو يصير؟ نوعا ما دال 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 دال. زين لو جيت اني وسويت بيركشن من منطقه المنتصف، هو مجمع سوائل بمعدته، مفهوم؟ وصلت حطيت شنو هنا؟ خط الدالنس، مفهوم؟ حطيت هنا خط شنو؟ الدالنس. زين حطيت خط، اي كان تبانك وصلت الدالنس، قلت له انثني ايش صار بالسوائل؟ نزلت صح؟ قلت منها مو؟ هسه جيت ايش سويت؟ لا الدال راحت تقدمت، اي صار تبانك اكثر، ليش؟ لان راحت السوائل، فايش سموها؟ شيفتنج دالنس. زين والساين الاخير اللي بقت ترانزميتد ثريل. شنو ثريل معناها؟ يعني شنو بالانجليزي ثريل؟ مثل موجه. زين نبضه احنا هسه ندري، انت هسه بالمي من تضرب المي شو يصير؟ ما تحس اكو موجه تنتقل؟ لو تخلي ايدك هذا تجيب قدح وتضرب المي من هذا الجهه، شو يصير؟ تحس اكو موجه تجيك، يعني شنو؟ موجه ضغطيه تنتقل وين؟ بالسائل. زين انا شو اسوي؟ اقول للبيشنت خلي ايدك بالمنتصف، ليش؟ لان ما اريد الموجه تنتقل عن طريق الجلد، مفهوم؟ والسوفت تشو الشغلات الرقيقه جوا الجلد، ليش؟ اريد اتاكد انه تنتقل عن طريق السوائل، مفهوم؟ زين شو اسوي؟ اخلي ايدي المقابله بهذه الجهه واطرق طرقات خفيفه. هنا طبعا انا كل شيء ما احس، ليش؟ لان ماكو سوائل هو عنده، لكن لو اكو سوائل من راح اطرق ايش راح يصير؟ احسها بالجهه المقابله، هذه ترانزميتد ثريل، انتقال الموجه، والشيفتنج دالنس، مفهومه؟ واضحه؟ تفضل. لا طبعا هنا لازم تتاكد، بس انت شوف الجهه واحده بوزيتيف خلاص، انت هذا صار عندك بوزيتيف، مو هي السوائل ما راح تبقى هنا وهنا، اذا جهه واحده وما تتغير معناها شنو؟ عنده ممكن هيماتوما، مفهوم؟ طبعا شيفتنج دالنس هنا وهنا نفس الفكره. ها صدق اضافه من تقول له بس لحظه، من تقول له انثني تنتظر تقريبا 10 ثواني، ليش؟ حتى الى ان السوائل تنزل، مو راسا قبل تجي، مفهوم؟ ايضا هذه لازم تخلوها بالحسبان. هذا بالنسبه لي اغلب ال وين خليت ال فهذا الترانزميتد ثريل والشيفتنج دالنس. طبعا هذا المورفي ساين، هذا منطقة الألم. يلا هسه راح نلعب لعبة اسمها شنو؟ سبوت دايجنوسيس. أشوفكم صورة تعطوني دايجنوسيس. هذه وين يحبوها بالمعادلات؟ سواء امتياز أو عراق، دكاترة الوطن العربي يموتون على شغلة اسمها سبوت دايجنوسيس. يحبون الطالب ما يعرف يجاوب. يجيبوا له صورة يقولوا له شخص المريض. أول صورة سبوت دايجنوسيس. جينيكوماستي. زين ليش صار البيشن؟ زين التقب... انا حاط لك صورتين، الصوره هذه لون شكله بيل واصفر، اصفر جندس. اي زين اي لا بيل ممكن انيميا. زين جندس وصار عنده جينيكوماستي، شنو ممكن تتخيل؟ اي بالجول بلاد لو بالبنكرياس؟ لا بالجول بلاد ولا بالبنكرياس، بالكبد. بالكبد مو اصبر جايكم بالحكي، هسه راح اسالكم ليش بالكبد.
يصبر. اي بالكبد مشكله صار عندنا شنو تثدي الرجل جانيكو ماستيا. زين هذه جانيكو ماستيا. طبعا هذه الدراكس اللي ممكن تسوي ايضا جانيكو ماستيا. فراسه ما اللي يسموها السبرينولاكتون اهم شيء هذا اللي هو انتي دايرتك. اي طبعا اي هذه ايضا الاستروجين والكيتاكونازولز وغيرها تقدرون تقروها بنعطيكم اياها. هذه شنو؟ السايتس. شلون عرفت السايتس؟ اي شنو شو اسمها الحاله هذه؟ زين وبعد شكو ويا الابلايكال تشوفون السوبرفيشال فينز متوسعه هذه شو يسموها؟ كابت مدوزه راس المدوزه. منو هذه مدوزه؟ اي اشوف تعجبك هيك السؤال. اي آلهة قديمة كان يعبدوها منو؟ الاغريق. شنو شنو؟ رأس المدوزة. شنو هذه؟ خل ارسم لكم اياها. رأس الحية. ها؟ عندها سبايكي شعرها. زين هذه ناس عجرة هذه رأس المدوزة. زين رأس المدوزة شوين المدوزة؟ المقصد بها الامبلايكوس والشعر الطالع يقصد به شنو؟ السوبرفيشال فينز الطالع. فهذه دلالة انه شنو اكو عندنا ضغط وين على البورتال فين لان يعني الفينات تقوم تتوسع. فهذه يسموها كابت مدوزة. كابت مدوزة السايتس. هذه شنو؟ شنو سبايدر؟ كمل. سبايدر شنو؟ سبايدر فينز. سبايدر مان احسن. ايه سبايدر انجيوما. انجيوما ايه هذه سبايدر انجيوما. زين ها شلون تصير هالشكل؟ من يعرف؟ ليش تصير؟ ليش شلون تصير اول مره؟ ليش جايكم عليها؟ اصبر. ليش جاي على كل هذول بها ليش واحد؟ ايه هو طبعا كلهم انا اقول لك كلهم مشكله بالكبد يعني بس ليش هسه جايكم؟ بس شلون تصير سبايدر انجيوما؟ شوفوا عندنا سنترال ارتريول ارتري صغير بالوسط وعندنا فينات صايره اطرافه مفهوم؟ وهاي لا لا مو صغيره افكار هاي فينات فيها سفنكترز لما تتوسع شو يصير؟ الدم يتجمع بها عصا تتوسع شو يصير؟ الدم يتجمع بالفينات فتطلع شنو؟ تطلع على شكل العنكبوت. هاي بها حاله نورمال بالبرجنسي صح ممكن اذا طلعت قليل ممكن نعتبرها نورمال. زين سبايدر انجيوما هذه شنو؟ بالمر اريثيما. هاي شنو؟ زين بعد هو طبعا اكثر شيء ما تطلع هي اكثر شيء تطلع بشغله لازم تعرفوها وشغله نورمال وشغله اب نورمال ممكن بوليسايثيما صح انا وياك. ها؟ بالمر اريثيما بالبريجننسي نورمال. زين بالليفر ديزيز اب نورمال. ليش تطلع بالليفر؟ هسه اريد من عندكم جواب ليش كل هذول طلعن سبايدر انجيوما بالمر اناثيما جينيكوماستيا كوغليشن كان صار عندنا بليدنج. وطبعا يصير عندنا بليدنج مشكور على الاضافه بليدنج يصير من يصير عندك ليفر ديزيز. ليش؟ عوامل التكثر شيء يصير بيها تقل اوتوماتيكيا وعندما تقل عوامل التكثر شيء يصير عندك ليدنج. هذه نعرفها. ليش تصير هاي الاعراض؟ هاي الاعراض دلاله على شنو؟ فكروا بيها. بالمر الرثيمه دا يزيد الدم دا يجي اكثر لمنطقه الايد. شنو معناها؟ الارتريز متوسعه لو متقلصه؟ متوسعه. زين سبايدر انجيوما الفينز متوسعه لو متقلصه؟ متوسعه. زين الجينيكوماستيا يا هرمون المفروض ما يزيد حيل بالرجل الاستروجين. الاستروجين هو العد. ليش واي كروموسوم وخافص الدنيا؟ الاستروجين لازم شيء يصير بيه ما يصير كلش عالي. زين يعني ليش يصير عنده عالي؟ ليش هو منو يخلي الاستروجين ينطرح ويا البايل بعدين ينطرح ويا البول؟ منو يخلي؟ الكبد. الكبد هو اللي يحول الاستروجين. استروجين ماده دهنيه. مادة دهنية. الاستروجين منين جاي؟ من الاسترودايل. ومنين جاي؟ من الكوليسترول. فحتى ينطرح بالبول لازم الكبد يسوي له كونجيجيشن. فإذا الكبد ما يشتغل هل الاستروجين ممكن ينطرح؟ وإذا زاد بالدم؟ والاستروجين شنو وظيفته؟ يزيد
البريست شو يسوي عندك بالرجل؟ الصفات الانثويه الجينيكوماستي راح يطلع لك. بعد شو يسوي السموث ماسلز الخلايا الملساء شو يسوي بها الاستروجين؟ شو يسوي بالفازودايليشن؟ شو يسوي فازودايليشن؟ مفهوم؟ ليش يرخي السموث ماسلز؟ المره الحامل ليش دائما يصير عندها شنو جالي او الراجع نسبيه الجاستروسيفجر ريفلكس ديزيز؟ ليش؟ لان الاستروجين يصير عندها عالي. الاستروجين ايش راح يسوي؟ السفنكتر يوسعها فيخلي شنو دائما اي سموث مصل يوسعها. مفهوم؟ فايش راح يسوي عندنا؟ سبايدر انجيوما، وراح يسوي عندنا بالمر اريثيما، وراح شي يسوي عندنا لان راح تتوسع راح يجي اوعيه فراح يوسع اغلب الاوعيه. مفهومه؟ مربطتوا الفكره وياها مالتها شلون صارت كلها هذه ويا شنو ممكن ويا الليفر. طبعا اهم شيء عندنا ايضا الجوندس همينا وياه لازم تقولوه، بس انا خليت الجوندس لان مفهوم اغلبكم تعرفوه. هذه اللي تركز عليها بالمر انريثيما. طبعا هنا عندنا الاسباب السكنيجن بالمر انريثيما، هذا شنو كنت تعرفوها جوندس زين. هذه ابستراكتيف لو هذا سؤالي، هذا سؤال شكرتني احبطكم السؤال استفزازي. جوندس يعني ممكن عندنا شنو؟ عندنا ممكن بالجول بلادر او ممكن بالكبد، ممكن ابستراكشن ممكن مو ابستراكشن، مهم جوندس زاد البيروبي هذه مفهومه زين. ياهم من عندهم ابستراكتيف جوندس، وياهم من عندهم هيموليتيك انيميا، وياهم من عندهم كومبليت ابستراكشن. انا هسه اقول لك هذه، هذه 1 2 3 كومبليت ابستراكشن. هذا بعد ماكو في الاول، الاول مو بعد لا الهيموليتيك الثاني قربته زين. بس ترى بيها ليش بطلت ها زين. وهذه complete obstruction partial obstruction hemolytic anemia. الهيموليتيك انيميا والابستراكشن كلها زايد البيليروبين. هيموليتيك انيميا كريات دم حمراء تتكسر بالدم ويزداد البيليروبين، مشكله مو بالكبد، الكبد يشتغل بس هذا البيليروبين اكثر صار عليه. سالفه المثال مال عندك شنو؟ عندك تاكسيات، التاكسيات كلها قبطت صار مطر. تخابر انت وينك واكو تاكسي يجيك؟ ماكو. تخابر على 30 40 ماكو. تخابر على 3000 ماكو. 2002 ماكو. ايش راح يصير؟ راح العالم تزداد وين؟ بالبيوت. الفكره انه شنو البيليروبين وين راح يزداد؟ بالدم، يعني الكبد ما يلحق صرف كل التكسيات. مفهومه زين. انا يا حد اقصد كومبليت اوبستراكشن شنو؟ انه الكبد ما يقدر يطرح ولا شيء من الـ 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 او انه البايل يعني ما يقدر يطلع اصلا خلاص، هذا كومبليت. بارشل ده يطلع شويه، وهيموليتيك انيميا اصلا لا لها علاقه بالجول بلادر ولا لها علاقه بالليفر. ياهو ليش عافية قرب من واحد يصير عنده هيموليتيك انيميا؟ شو يصير عنده انيميا؟ انيميا شو يصير الواحد عنده انيميا؟ شو يشوف وجهه؟ بير شحوب مبين شاحب لو لا؟ ده تشوف اكو لون احمر على لسانه؟ لا. اذا هنا ممكن شنو الجوندس جاي من وين؟ من هيموليتيك انيميا. مفهومه؟ مفهومه زين. بقى عندنا البارشل والكومبليت اوبستراكشن. غلط بالعكس، لما يطلع اللون الاخضر معناها خلاص صار كومبليت اوبستراكشن، والبايل بدا يرجع ايضا بالدم فصار اللون الاخضر، اللون الاخضر فعناته كومبليت اوبستراكشن. لما يطلع لون ليموني اصفر معناته فقط شنو البيليروبين دا يتكوم، بس دا يقدر نوع ما البايل شوي دا يدفع روحه. وش دا يصير؟ دا تشوفون اطرافها لونها احمر، اذا مو انيميا، اذا هذا نسميه بارشل اوبستراكشن. مفهوم؟ هذه لا طبعا هذول الاثنيناتهم مو انيميا، هذه انيميا. هذه اللي تركزون عليها. ليه ممكن دكتور شيء يجيب لك يقول جاي بيشنت يقول يلا طلع لسانك يلا شخصه، هو هذا سبوت دايجنوسيس، وهذا يطيح حظ الطلاب. ليش؟ يعني يجيب لك بيشنت يقول لك شخصه، انت تقول له شلون اشخص ابستراكشن من شيء يسموها؟ طبعا انت هنا مو بس تباوع على لسان المريض، يعني يحق لك تباوع على وجهه مين عادي، يعني مبين وجهه بيل معناته شنو عنده انيميا، فتميز انت زين. هاي شنو؟ هاي شنو؟ قبل شخص لي الحاله هذه ترى جاي سؤال بالكروك، ودكتور عبد الله بوكيت اشرح لكم اياه. بلش لك سؤال بالكروك وكانت اكو صوره بس انا ما جبتها نفسها، قلت شو غيرها احط لكم غيرها.
ها ها بروزس باري امبريكال ومنطقه ابسس من قال ابسس بروزس بروزس يعني لونها ازرق صاير صح عافيه يا من عندهم اكيوت اكيوت بين كذا شو اسم السائل الاولى كولين ساينز كولين ساينز شنو الباري امبريكال واسم الثانية غريترنال ساين غريترنال ساين هذني يصير شنو بالأكيوت بنكرياتيتس هذه associated with poor prognosis لما تشوفه معناته شنو فد مرة عندك خطر صاير ايش صاير البنكرياس مو متموضع بهذا الشكل لما يصير بإنفلاميشن وين راح ينتقل للأبدومينال وول وش راح يصير عندك بروزز بهاي المناطق معناها فد مرة إنفلاميشن معناها شنو معناها الحالة صارت أخطر فلما تشوفه هذه كلش حالة خطرة فلازم تميزها كون ساينز و غريتورنال ساين مفهومة؟ وهي أكيوت بانكرياتيتس قول دكتور هذا أكو بهم بعض المرضى من ينطاق فشير يعني أول ها يصير بي هذا إيه أصبر مو إحنا أصبر هذه أول نقطة ثاني شيء إحنا خمام بس نعتمد على هذه حتى نشخص بانكرياتيتس عندنا بلد تيست أول شيء نشوف الأميليز اللايبيز إذا زايدة بالدم لازم نشوف شنو حتى نتاكد احنا ما بس هذه وطبعا عندنا الترا ساوند ممكن نشوف ايضا انفلاميشن بالبنكرياس واذا عندنا سيدوسيست متكون كيس مائي بالبنكرياس ايضا ممكن بس هذه مهمه هذه من يعطيكها سبوت دايجنوستس تعتبر لا 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 وجهه البنكرياس نفسها الجهه اليسرى على الجهه اليسرى هنا بري امبريكال وجهه اليسرى من جهه البنكرياس نفسها هذه طبعا هنا تقدرون تقروها وتشوفون زين هذا شنو هذا حاط لكم اياها فيتر هيباتيكوس شنو هذه فيتر هيباتيكوس هذه الله ليش اشوفك المريض اللي عنده اياها هذه مو سبوت دايجنوستس هذه ريحه دايجنوستس يجي المريض شو يسوي شو يسوي عليك اي ينسمك انت قبل تخلي الدايجنوستس ليفر سيروسس او ليفر فيل ليش البكتيريا تسوي مواد احنا قلنا الجي اي او الجهاز الهضمي وين يرجع كل الدم للكبد عن طريق البورتال فين الكبد كان شو يسوي ديستوكسيفيكيشن لهاي المواد زين هسه قامت شو تصير ماكو سيطره قبل تدخل وين على الانفيرفينا كافا تروح بالسيركوليشن تطلع ويا الرائحه من الرئه تطلع هذه مادلي مثل الغازيه هي تطلع من الرئه فايش راح تشتم تشتم هذه راح مويستي اوردر يعني راحت عفن طبعا هي مو فقط هذا التشخيص الليفر بس يعني من كل الساينات تجمعها طلعها واذا قال لك فيتس او فيتر هيباتيكوس لازم تميز وممكن شخص اصلا اذا جاك هوملس وعنده فيتس او فيتر هيباتيكوس مو شرط عنده الفيتر هيباتيكوس ممكن هو عنده بور اورال هاجين انه اصلا ما يفرج اصلا هو يعني حلقه من دايبيتس ميتس ما يطلع عندك فيتر هيباتيكوس ابو الدايبيتس ميتس تقول له جيب خله شمك لا تطلع ريحه اسيتون ريحه عطر تطلع من عنده ليش لان عند الاسيتون بوديز اللي لما تهضم الفات تطلع هذه تعطيك مثل ريحه الفاكهه ابو الجنجرين تشتم من راس الشارع لا هنا انا مو دا اقول لك هذه مو تعتمد وحده كتشخيص بس ويا بقيه الاعراض لا طبعا هذه اسوء تكون اسوء بهواي لان طيب هسه خلصنا السبوت دايجنوستس